معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول باحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بكم. إذن المؤشر العالمي للإرهاب لهذا العام قد أظهر أن العراق يأتي في المركز الثاني دوليا بعد أفغانستان من حيث تضرره اقتصاديا بسبب الفوضى الأمنية والأعمال العسكرية. أين يكمن الخلل برأيك سيد العقيد الركن؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. نعم، أكيد بأنه العراق يحتل هذا المركز بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإزاحة النظام في عام 2003 وإعلانها احتلال العراق، وبالتالي عملية الاحتلال التي جرت للعراق منذ عام 2003 إلى اليوم لم تقم بالمحافظة على ما كانت عليه الدولة العراقية السابقة، وإنما قامت بتدمير البنى التحتية للدولة العراقية السابقة، وبالتالي هذه النتيجة التي حصل عليها العراق بهذا المركز أنا أعتقد بأنها طبيعية، لأن العراق منذ عام 2003 إلى اليوم يعني مسألة الاستقرار أصبحت بعيدة جدا عن هذا البلد بسبب الاحتلال وبسبب النشاطات التي قامت بها الميليشيات التي دخلت من إيران وسيطرت على الأجهزة الحكومية وسيطرت على الأجهزة الأمنية، وبالتالي أخذت تمارس الإرهاب بثوب الدولة، أي هناك شرعية قانونية لوجود مثل هذه الميليشيات، وبالتالي وصل العراق إلى ما وصل إليه منذ عام 2003 وإلى عام 2018، لا يوجد هناك استقرار أمني والأمور من سيء إلى أسوأ، هناك قتل وهناك ميليشيات خارجة عن القانون وهناك إرهاب وهناك تدمير للبنى التحتية وتدمير للمدن، وبالتالي أنا أعتقد بأنها نتيجة طبيعية أن يكون مثل هذا التقرير. حاكم أزام الذي كان رئيسا للجنة الأمن والدفاع النيابية قال إن الصراع على المناصب يعد أحد أسباب زيادة الاغتيالات وانتشار الجريمة المنظمة في العراق، ماذا يعني هذا التصريح؟ نعم، أكيد عندما تغيب سلطة الدولة ويغيب القانون تصبح هذه الأشياء تحصيل حاصل يعني، وبالتالي هذه المسألة لم تنفك منذ عام 2003 إلى اليوم، الاغتيالات مستمرة سواء كانت الطيارين العراقيين والكفاءات العراقية السابقة من أساتذة الجامعات ومن من من ضباط ومن طيارين وما إلى ذلك، واستمر هذا المسلسل لحد هذه اللحظة، لأنه دائما الأشخاص الذين يتصدرون العمل السياسي في العراق يخافون على مناصبهم، إذا ما جاءت هناك عقول قادرة على أن تشغل هذه المناصب فهم يخشون على مناصبهم، وبالتالي يقومون بعملية اغتيال سياسي تقوم بها الأحزاب السياسية المتنفذة التي جميع الأحزاب الموجودة الآن لا أستثني أحدا، الغالبية العظمى منها لديها ميليشيات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة وخارج إطار الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ما يوجد لديهم من ميليشيات تم دمجها ضمن الأجهزة الأمنية وهي تنفذ أجهزة خارجية لا تصب في مصلحة البلد وإنما تصب في مصلحة الطائفة أو في مصلحة الحزب أو في مصلحة جهات خارجية تعمل من أجلها، وهناك كثير من الميليشيات الآن صرحت نهارا جهارا بأنها لن تلتزم بالعقوبات التي فرضت على إيران وإنها ستكون أينما تقتضي مصلحة المقاومة سيكون سلاح المقاومة جاهز، ويمكن لها أن تستهدف كثير من المصالح الأمريكية إذا ما تم توجيه ضربة عسكرية لإيران في الفترة المقبلة. طيب كيف تقرأ كثرة التصريحات من المسؤولين سواء الحاليين أو السابقين، منهم كما ذكرنا حاكم الزاملي والآن رئيس هيئة النزاهة الأسبق أيضا موسى فرج الذي قال إن يعني الميليشيات والأحزاب السياسية توفر الحماية لما سماها العصابات التي تسرق نفط العراق؟ نعم اكيد، مثل هذه التصريحات التي تصدر هم جزء من 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 مسلسل الفساد الذي جرى في العراق منذ عام 2003 الى اليوم، وبالتالي هذه التصريحات لا تعطي حصانه لهذا الشخص او لذاك، سواء كان مسؤول في لجنه النزاهه او كان مسؤول في اللجنه الامنيه او ما الى ذلك، الجميع مشترك بما يجري من عمليه فساد ومن عمليه هدر للإمكانيات الاقتصادية للعراق، هناك تهريب للنفط بكميات كبيرة تقوم به الميليشيات منذ عام 2003 إلى اليوم وميليشيات متنفذة، والدولة أو الحكومة لديها معلومات متكاملة عن هذا الملف ولكنها لم تقوم بأي إجراء، وهناك كثير من عمليات الفساد التي تجري
بعلم الدولة، ولكن الدولة عاجزة عن مواجهة مثل هؤلاء المفسدين لأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية متنفذة، وبالتالي لم يسمح لهم بفتح مثل هذه الملفات. ورأينا كيف تم إخراج سلاح السوداني المتهم بعمليات فساد كبيرة جدا، كيف تم إصدار عفو لشمول مثل هؤلاء الناس المتهمين بالفساد ولديهم ملفات في النزاهة ولديهم أوامر بإلقاء القبض وما إلى ذلك. فأنا أعتقد بأنه الفساد متجذر الآن في سياسة الدولة وفي قانون الدولة وفي مؤسسات الدولة، وبالتالي عندما تريد أن تعالج لن تستطيع، لأنه عملية الفساد هي عملية شاملة لجميع مؤسسات الدولة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الخلل سيستمر طالما استمروا هؤلاء السياسيين في إدارة الدولة وفي حكم البلد منذ عام 2003 وإلى اليوم. إذن في الملخص وفق ما ذكرتم سيد العقيد ركن، ما مستقبل حكومة عادل عبد المهدي وسط هذا الفساد الذي ذكرتموه والوضع الأمني المتدهور؟ نعم، نحن الآن أمام أمراء حرب، زعامات قبلية وزعامات ميليشية هي التي تحكم في العراق. عادل عبد المهدي لا ينتمي إلى حزب قوي، وبالتالي هو جاء بتوافق كتلتين رئيسيتين لكتلة البناء وكتلة البناء والإصلاح، وبالتالي هو فاقد تماما لقدرة التأثير في الملف العراقي. من يؤثر الآن هي هاتين الكتلتين، وهؤلاء الكتلتين أحدهما تقريبا نستطيع أن نقول أحدهما يتبع إلى جهات خارجية، والجهة الأخرى تحاول أن تقول بأن ليس جزء من ما يجري في البلد وأنا أحاول الإصلاح، ولكنها جزء من الفساد الذي جرى في البلد منذ عام 2003 وإلى اليوم. لذلك أنا أعتقد بأنه لن يكون هناك تحسن في الفترة المقبلة، والدليل على هذا بأن كابينة وزارية لن يستطع عادل عبد المهدي أن يمررها من خلال البرلمان منذ فترة طويلة جدا. أما إذا ما أردنا أن نتكلم عن الانتخابات فهي انتهت قبل ما يقارب 8 إلى 9 أشهر، ولحد هذه اللحظة لم تكتمل حكومة عادل عبد المهدي. طيب إذا لحد الآن لم تكتمل كابينة وزارية، متى سيبدأ ملف الإصلاح؟ متى سيبدأ ملف محاسبة المفسدين؟ متى سيبدأ ملف إعادة الإعمار وتلبية مطالب المتظاهرين وإعادة النازحين وما إلى ذلك من أمور كثيرة تترتب عليهم؟ أنا أعتقد بأن هذه الحكومة ستكون حكومة عاجزة، وقد تكون أسوأ حكومة في الفترة المقبلة لأنها فاقدة على قدرة التأثير، وبالتالي هي ستكون تبع لأهواء جهات سياسية هي التي تحكم البلد، وستكون عبارة عن واجهة للملف لتنفيذ الإنجازات لهذا الحزب أو لتلك الطائفة. من اسطنبول هاتفيا الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسان سيد العقيد ركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك.